كيف طلعنا من فلسطين؟ بقول لك كيف طلعنا. سقطت الناصري وسقطت حيفا وسقطت شفا عمر، طلعت صفوريه، طوقوا الكامب، البلد اللي احنا فيها صفوريه. قالوا يا جماعه بالمكرفونات والطياره من فوق تضرب والمدافع تضرب، وطوقوا يما البلد صفوريه. مين؟ اليهود. وقفوا يما على القبور، صاروا يما بالمكرفونات عن هالشكل ينادوا يا فلسطينيه يا صفوريه اطلعوا من بيوتكم وتقعدوا تحت الزيتون، الصبح بتعودوا على بداركم، بس اسه اطلعوا بس فرغوا البيوت. طلعنا بين الصبر من بين العالم، خايف العالم، الطيارة من فوق تضرب ويلا ويلا ويلا، وإحنا ما سمعناش هذا الشيء، ما شفناه. هيك صرنا نرج، إشي يخرق تحت الزيتون وإشي يطلع لبرا على البلاد هاي اللي حوالينا. قعدنا يما بيجي جمعتين وأكثر، رحنا على أم جبين ولين يما عاملين بركة مي هيك محشورة والبلعط هيك بلعبيها نشرب. صرنا نحط المناديل على البركة المي ونشرب نطفة مية، هاي طلعتنا، هاي أول طلعتنا من شان كنا نبل قلوبنا، هاي طلعتنا من فلسطين.